مع نهاية النصف الأول من سنة 2024 لم نرى الكثير من الشركات نشيطة في سوق أجهزة التابلت. يبدو أن رجوع أبل للسوق بعثر أوراق المنافسين واضطروا لتأجيل أجهزتهم للنصف الثاني من السنة. مع ذلك هناك بعض الأجهزة المطروحة التي تقدم مواصفات وأداء عاليا. إليكم أفضل 10 أجهزة تابلت صدرت في النصف الأول من سنة 2024. البداية مع آيباد برو 2024. بعد غياب عن الساحة يعود هذه السنة بتحسينات كبيرة وتغييرات جذرية على مستوى التصميم والمواصفات. جاء بجسم هو الأنحف في تاريخ أجهزة أبل مع الانتقال لشاشة أوليد بمعدل تحديث 120 هرتز بخيارين من مقاس الشاشة 11 أو 13 إنش. أبل تعد بسطوع عال وألوان حقيقية، كما تعد بأداء قوي بفضل معالج M4 الجديد بتردد 4.4 جيجا هرتز يقدم كفاءة عالية في المهام المتعددة والألعاب. يأتي بخياري رام 8 أو 12 جيجا بايت، وبسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت حتى 2 تيرا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بكسل مدمجة بمستشعر عمق توف 3D، وفي الأمام كاميرا ألترا وايد بنفس الدقة لإجراء مكالمات مرئية واجتماعات بجودة عالية مع 4 مكبرات صوت لتجربة متكاملة. سعة البطارية 10290 ملي أمبير للمقاس الأكبر بسعر 1199 دولاراً، وبسعة 8160 ملي أمبير لمقاس 11 إنش بسعر يبدأ من 999 دولارا. شاهد مراجعتنا للجهاز وتجربة ميستري كيو لمعلومات أكثر. ثانيا آيباد إير 2024. لأول مرة أبل تقدم جهازا بخيارين من مقاس الشاشة 11 أو 13 إنش. أبقت على لوحة LCD مع هيكل وإطار من الألومنيوم لصلابة وشكل جميل وعتاد بمعالج M2 القديم لسعر معقول، مع الإبقاء على أداء وكفاءة عالية في المهام المتقدمة. يقدم رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين من 128 جيجا بايت حتى 1 تيرا بايت. في الخلف عدسة 12 ميجا بكسل بفتحة 1.8 وعدسة أمامية بنفس الدقة من نوع ألترا وايد. تدعم صوت ستيريو لتجربة مشاهدة ومكالمات مرئية متكاملة. لم يكشف بعد سعة البطارية، ويبدأ السعر من 599 دولارا. شاهد مراجعتنا للتعرف أكثر على الجهاز. ثالثا شاومي باد 6S برو بهيكل معدني بالكامل وشاشة LCD حجمها 12.4 محاطة بست مكبرات صوت وأربع مايكروفونات. يقدم الجهاز شاشة بسطوع عال ومعدل تحديث 120 هرتز مع عتاد من سناب دراجون 8 الجيل الثاني بخيارات رام تبدأ من 8 حتى 16 جيجا بايت وسعة تخزين من 256 جيجا بايت حتى 1 تيرا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية دقتها 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 مدمجة بعدسة عمق، وفي الأمام عدسة 32 ميجا بكسل. الجهاز ببطارية ضخمة سعتها 10000 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة تبلغ 120 واط. سعر التابلت يبدأ من 450 دولارا. رابعا ريدمي باد برو. ليس أول تابلت من شاومي، لكنه الأول من علامة ريدمي التابعة لها. صدر في بعض الأسواق تحت علامة بوكو التابعة لشاومي. يأتي بنسختين 4G أو 5G مع نفس المواصفات والتصميم بهيكل وإطار من الألومنيوم وشاشة LCD مقاس 12.1 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة مقاربة لأغلب المنافسين في القائمة. في العتاد قدمت معالجا متوسطا عبارة عن سناب دراجون 7S الجيل الثاني ممتاز في إنجاز مهام فوق متوسطة بدون استهلاك الطاقة. يأتي بخيارين من الرام 6 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت بسعة تخزين 256 جيجا بايت. توجد عدسة خلفية وحيدة 8 ميجا بكسل وأمامية بنفس الدقة وسعة البطارية 10000 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سعر التابلت يبدأ من 450 دولارا. خامسا فيفو باد 3 برو. تابلت ممتاز للألعاب بمعدل تحديث عالي وعتاد قوي يركز على الكفاءة والأداء العالي مع بطارية ضخمة. الشاشة LCD مقاس 13 إنش بمعدل تحديث 144 هرتز. في العتاد تم اعتماد معالج ميديا تيك ديمنسيتي 9300 بتردد عال ومعمارية تصنيع 4 نانومتر تجعله يعالج عددا هائلا من المعلومات والعمليات دون استهلاك كبير للطاقة. يتاح الجهاز بثلاثة خيارات رام من 8 حتى 16 جيجا بايت وسعة تخزين من 128 حتى 512 جيجا بايت. في الخلف كاميرا 13 ميجا بكسل وفي الأمام كاميرا 8 ميجا بكسل. سعة البطارية تصل ل 11500 ملي أمبير بقدرة شحن 66 واط. سعر التابلت يبدأ من 415 دولارا. سادسا جالاكسي تاب S6 لايت 2024. للمرة الثالثة تعيد سامسونج إصدار التابلت مع تحديث المعالج. لم نعرف اسم المعالج المعتمد بعد، لكن المعلومات تقول إنه ثماني الأنوية
الجوية بتردد 2.4 جيجا هيرتز، ما يعني أنه مناسب للاستخدامات المتوسطة. كما سيعمل بأندرويد 14 الأخير بواجهة One UI 6.1 المعروفة بسلاستها وسرعتها. شاشة الجهاز بمقاس صغير 10.4 إنش بدقة مقبولة، ويأتي بخيار رام 4 جيجا بايت بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا 8 ميجا بكسل، وفي الأمام 5 ميجا بكسل. يقدم صوت ستيريو لتجربة مكالمات ومشاهدة متكاملة، وسعة البطارية تبلغ 7040 ملي أمبير. سعر التابلت يبدأ من 440 دولارا. سابعاً، فيفو باد 3 نسخة الفانيلا من الجهاز السابق، يشترك معه بنفس المواصفات تقريبا مع بعض التضحيات في المعالج والكاميرا. يقدم شاشة أصغر مقاس 12.1 إنش بكثافة بكسلات تعطي تجربة مشاهدة غنية، ومعدل تحديث عالي يصل ل 144 هرتز. المعالج سناب دراجون 8 إس الجيل الثالث يقدم نفس الأداء والكفاءة العالية في معالج ميديا تك بنسخة برو، مع خيارين من الرام 8 أو 12 جيجا بايت بسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجا بكسل، وفي الأمام عدسة 5 ميجا بكسل. سعة البطارية 10,000 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة تصل ل 44 واط. سعر الجهاز يبدأ من 345 دولارا. ثامناً، هواوي ميت باد SE 11 نسخة محدثة من جهاز تابلت أطلقته هواوي سنة 2022. هذه المرة عملت هواوي على تكبير الشاشة وتحديث الكاميرات وخيارات الرام مع إبقاء السعر اقتصاديا في متناول الكل. جاء بشاشة LCD مقاس 11 إنش بدقة لا بأس بها. لم تكشف اسم المعالج المعتمد، لكن أشارت إلى قدومه بثلاث خيارات رام 4 جيجا بايت بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، 6 أو 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجا بكسل، وفي الأمام 5 ميجا بكسل. يعمل بصوت ستيريو موزع على 4 مكبرات صوت. سعة البطارية 7700 ملي أمبير بقدرة شحن 22.5 واط. سعر التابلت لم يكشف عنه بعد، لكنه سيكون اقتصاديا. تاسعاً، لينوفو تاب بلس بشاشة كبيرة ومكبرات صوت من JBL لتجربة صوت متكاملة مع حامل قابل للدوران 175 درجة لاستعماله بأريحية أكثر وبمعالج متوسط. يقدم الجهاز شاشة LCD بحجم 11.5 إنش بمعدل تحديث 90 هيرتز في العتاد معالج هيليو G99 بخيار رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا عادية 8 ميجا بكسل، في الأمام عدسة بنفس الدقة. سعة البطارية 8600 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة تصل ل 45 واط. السعر يبدأ من 290 دولارا. عاشرا وأخيرا، أوبو باد نيو جهاز اقتصادي أصدرته أوبو في ماليزيا ونتمنى وصوله للأسواق العربية. يقدم شاشة LCD حجمها 11.4 إنش بدقة جد مقبولة بمعدل تحديث 90 هيرتز. المعالج هيليو G99 جيد للاستخدامات المتوسطة بخيارين من الرام 6 أو 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت. في الخلف كاميرا 8 ميجا بكسل، وفي الأمام عدسة بنفس الدقة. سعة البطارية 8000 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط. سعر التابلت يبدأ من 340 دولارا. ما هو أكثر جهاز تابلت نال إعجابكم في القائمة؟ شاركونا أسفل في مكان التعليقات. موعدنا يتجدد يوميا مع فيديوهات وتقارير جديدة حول كل ما هو تقني. إلى اللقاء.